ينضم إلينا من فيينا مراسل الغد سلام الكيالي. سلام، يبدو أن هناك تفاؤلات إيرانية حول هذه المفاوضات، ولكن إلى أي مدى هذه الشروط الإيرانية كما وصفها البعض يمكن أن تعرقل سير هذه الجولة من المفاوضات؟ نعم جمانة، عمليا حتى الآن يبدو أن الإيرانيين تمكنوا من فرض ما يريدونه. عمليا قالوا، هنالك تصريحات تقول بأن الهوة أو الفجوة بين الإيرانيين والأمريكيين تقلصت بخصوص رفع العقوبات، بمعنى أن إيران تسير في هذا الاتجاه وأن حتى الطرف الآخر أيضا يسيرها في هذه النقطة. خاصة لا ننسى أن الأسبوع الماضي على سبيل المثال كان هنالك وجود لنائب وزير الخارجية لكوريا الجنوبية لإيران في كوريا الجنوبية نحو 7 مليارات دولار ثمن النفط، بمعنى أن هنالك أيضا اتفاقيات تجري على هامش المباحثات النووية هنا في فيينا. ربما تكون هذه فعلا الخطوة الإيجابية أو المؤشرات الإيجابية التي تتحدث عنها إيران، خاصة وأن من إحدى العقوبات المفروضة على طهران عدم تصدير النفط. بالتالي فإن تحرك هذا الملف بشكل جيد وأن تمكنت إيران من استعادة هذه الأموال وأيضا العودة إلى تصدير النفط من جديد، فمن الممكن أن يكون فعلا هذا مؤشر إيجابي بخصوص المباحثات النووية. لا ننسى أن إيران كانت قد طالبت أيضا بفترة زمنية للتحقق من رفع العقوبات بشكل كامل، ويبدو أن هذا ما يسير أيضا، يبدو أن المباحثات أيضا تسير في هذا الاتجاه. على المستوى الأوروبي لا يوجد تصريحات حتى الآن، ما علمناه أن هنالك تصريحات ستصدر ولكن مع نهاية هذا الأسبوع، علما أنه من الممكن أن يكون هنالك أيضا يوم الجمعة انتهاء لهذه الجولة، عودة إلى ليس الجولة بشكل كامل ولكن ربما عودة يوم الجمعة المقبل للعواصم من قبل الوفود للتشاور حول النقاط التي تم التوصل إليها. أيضا وتيرة المفاوضات متسارعة هذه الفترة، لا ننسى أنه حتى يومي السبت والأحد كان هنالك مباحثات لم تتوقف رغم أنهما يوم عطلة في فيينا. نعم، بهذه الشروط الإيرانية وفيما يتعلق بمسألة رفع العقوبات، هل التوقعات تدور بأن يمكن أن تتخلى واشنطن عن مبدأ خطوة مقابل الخطوة وبالفعل ترفع العقوبات؟ سلام، لا ننسى أن هنالك أيضا خطوات إيرانية جمانة، كانت الفترة الماضية على سبيل المثال كان هنالك اجتماع مع مسؤولين في أو خبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفق البروتوكول الموقع بين الطرفين ستقدم إيران على سبيل المثال عينات من الكاميرات في مفاعلاتها النووية التي كانت تطالب بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخلال الفترة التي توقفت فيها كاميرات المراقبة عن العمل في هذه المنشآت. أيضا كان هنالك تصريح إيراني خلال الأسابيع الماضية بأن إيران لن تخصب يورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة غير مخول لها وغير مصرح لها وفق الاتفاق النووي الإيراني، بمعنى أن هنالك أيضا خطوات حسنية. كانت طبعا هذه الخطوات أتت بضغوط روسية وصينية، كانت هنالك ضغوط لكي تخفف من سقف مطالبها إيران خلال المباحثات خلال الأسابيع أو الجولة السابعة والثامنة. كان هنالك ضغوط روسية وصينية لكي تخفف من هذا السقف، من سقف المطالب العالية، خاصة وأن ما علمناه أن المسودات 90% من المسودات التي كان قد تم التوصل إليها خلال الجولات الستة الماضية تغيرت ضمن هاتين الجولتين الأخيرتين، وبالتالي كان هنالك لزاما بأن تقدم أيضا إيران من طرفها خطوات حسنية، بمعنى أنه ربما الآن فعلا هنالك خطوة مقابل خطوة على الأقل على مستوى حسن نية أو مبادرات حسن النوايا بين الطرفين. ولكن يبقى أن التوقيع على اتفاق هو خير دليل على فعلا وجود اتفاق في نهاية هذا المطاف. نعم جمانة. سلام كيالي مراسل الغد، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك.